بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل سعد عبد الله يقول: قرأت الشيخ عن حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صغره وما ورد فيها من أحاديث، فحدثونا عنها وعن حقيقتها مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قرأت في الأحاديث الصحيحة حادثة حصلت له في صباه تمهيدا لبعثته وإرساله، وهي من باب الإرهاص لبعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أسعد يقول: يوجد لدي عمال على كفالتي منذ سنوات، وأخذ على كل عامل في كل شهر مبلغ من المال، وهذا بالاتفاق بيني وبينهم، وهم يعملون على حسابهم، وبيننا اتفاق مكتوب على ورق، وهم راضون على ذلك في هذا العقد، فهل هذا حرام أم حلال؟ مأجورين. يرجع في هذا إلى نظام العمال، نظام الاستقدام. إن له نظاما، والذي أعرفه أنه لا يسمح للإنسان أن يستقدم أشخاصا للعمل إلا إذا كان عنده عمل يشغلهم فيه. أما أن يتاجر بهم يستغلهم يأجرهم على الناس ويأخذ عليهم، فهذا فيما أعلم أنه يخالف النظام. وأيضا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه من زمان، ولكن مع الأسف كثير من الناس يهمهم جمع المادة بدون نظر في صحة الطريقة التي هم عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يسأل في حديث يقول الذي ورد: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول: هذا الاختلاف شيخ، هل هو بمعنى يصيب الأمة الإسلامية في آخر الزمان وتضعف الوحدة الإسلامية؟ الاختلاف هذا قديم، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن الحمد لله أن هناك مرجع نرجع إليه ونحسم هذا الخلاف، ولهذا قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الخلاف موجود ويوجد، ولكن الميزان هو الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا السائل خالد محمد الشيخ يقول: أنا أبيع في محلات الذهب، وكما تعرفون بأن هناك تداول للبيع والشراء عن طريق الفيز والماركت كارد، والسؤال يا شيخ: وأن هناك عدد من الزبائن يأتون إلى المحل ويقولون بأنهم يريدون أن يشتروا الذهب ليكن بمبلغ 5000 ريال، ثم يقول لي بأنه سوف يبيع علي الذهب مرة أخرى في نفس الوقت، والغرض من هذه العملية هو الحصول على النقود، وأنا بالتالي أشتري منه الذهب، ولكن هناك شيء هو أنني أبيع عليه الذهب بسعر البيع، وليكن الجرام مثلا بسعر 31 ثم أشتريه بسعر الكسر 28. هذا من التلاعب بالصرف، فإن بيع الذهب بالنقود هذا يسمى بالصرف. بيع الذهب بالعملات النقدية التي من غير جنس الذهب هذا يسمى الصرف. هذا يجوز، لكن بشرط التقابض في المجلس، بشرط التقابض في المجلس، لأن لا تتفرق
وبينكما شيء، فلا يجوز التأجيل في القيمة. نعم الشيخ، هناك بعض المخالفات عند بعض الصاغة، هل من توجيه لهم؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعرفوا أحكام الصرف وما يتعلق به حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله أرسل بحديث يقول أسأل عنه وما معناه: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. حديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لسرعة زوال الدنيا بالراكب الذي يقيل تحت شجرة ثم يغادرها ويتركها، هكذا الدنيا ممر ومعبر. نعم أحسن الله إليكم. أم ركان من الرياض تقول: شيخ، سؤالي: ما حكم الضغط على المرأة من ناحية أبنائها، وذلك بحرمانها من أطفالها من رؤيتهم، واتخاذ الأطفال وسيلة وحيدة للضغط على هذه المرأة، فماذا توجهون في ضوء ذلك؟ مأجورين. نرجو من أو نوصي الزوج أن لا يضغط على زوجته بهذه الطريقة، وأن يترك لأولادها فرصة يزورونها إذا كانت ليست في ذمته مطلقة، أن يترك لهم فرصة يزورونها، ولا يحول بين الأولاد وأمهم وزيارتها. نعم السائل ألف حاء عين يقول: كيف أعرف البدعة يا شيخ؟ تعرفها بمخالفة السنة. إذا كان هناك عبادة يفعلها الإنسان وليس عليها دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله فهي بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعد، إلى أن قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أين كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل يسأل عن زيادة النوافل يا شيخ، كزيادة النافلة قبل الفجر 4 ركعات بدلا من 2 ركعتين من باب الاستفادة الاستزادة من الخير والمسارعة فيه. هذا لا يجوز، هذا من البدعة. راتبة الفجر 2 ركعتان لا يزاد عليهم، ولا يجوز التنفل بعد طلوع الفجر لغير راتبة الفجر وهي 2 ركعتان فقط. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا بدأت الاهتمام بتعلم عدد مثلا سور القرآن الكريم، أو عدد السور التي سميت بأسماء الأنبياء، أو معرفة السور التي بدأت بسبح، ما حكم الشيخ معرفة أو تعلم مثل هذه الأمور؟ هذه أمور تكميلية لا تستفيد منها كبير فائدة. الذي ينبغي أن تعرف أن تتعلم معنى الآيات، أن تتعلم تفسير الآيات وما تدل عليه لأجل أن تعمل بها. نعم السائل علي عبد الله يسأل: يا فضيلة الشيخ، عن حكم تحويل النية، مثلا إذا شرع الإنسان في صلاة الضحى وتذكر وهو في الركعة الأولى بأنه لم يصلي الوتر. لا يجوز التحول في أثناء الصلاة من صلاة إلى صلاة أخرى قلبها بالنية، لأن ذلك يبطل الصلاة، فيبقى على نيته إلا إذا دخل في الفريضة وتبين له أنه لم يدخل وقتها، أو أنه يصلي وحده ثم حضرت جماعة، فيحولها إلى نافلة ثم يصلي مع الجماعة، أو يحول الصلاة التي بدأها قبل الوقت إلى نافلة إذا دخل الوقت يصلي الفريضة. نعم جزاكم الله خيرا. الأخت مصالح أرسلت لي مجموعة من الأسئلة، تبدأ هذه الرسالة بسؤال عن السنة في صيام العشر: هل يجب أن تكون كاملة أو صيام يوم وإفطار يوم؟ العشر تكون كاملة، كان قصدها 10 ذي الحجة. نعم شيخ، تكون كاملة ولا يفطر أثناءها حتى يحصل على الأجر الكامل. نعم تسأل عن حكم ترك الأضحية مع القدرة عليها وعن فضلها. يجوز ترك الأضحية لأنها ليست واجبة، ولكن يفوته الثواب العظيم. نعم جزاكم الله خيرا. أم عبد الله تقول: الشيخ، أنا أشتري وأبيع في الأراضي، وقد اشتريت قطعة أرض ودار الحول عليها، فهل أزكي عليها بسعرها الذي اشتريت به أم بالسعر الحالي؟ إذا تم الحول على الأرض أو على غيرها من المعروضات للبيع
فإنها تقوم وتثمن بالثمن الذي تساويه وقت تمام الحول ولا ينظر إلى قيمتها التي اشتراها بها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ سوداني مقيم بجدة يقول: في الحج الماضي حج والدي شيخ وكان طائلا في السن ويجهل البعض من أحكام الحج، وقد حصلت منه الأخطاء التالية: أولا لم يطف طواف الوداع بسبب جهله، وثانيا لم يحلق ولم يقصر. نعم، أما الحلق أو التقصير فإنه يحلق ويقصر إذا عرف ذلك، تبين له إنه يحلق ولو بعد مدة ويقصر. وأما طواف الوداع فإنه يذبح فدية بدله في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل ألف راعين من مكة يقول: هو أنني من خلال كل أسبوع شيخ أذهب إلى المسجد الحرام لأداء صلاة المغرب والعشاء، فهل يسن لي الطواف حول الكعبة أم أكتفي بتحية المسجد؟ إذا تيسر لك الطواف فهو أحسن، وإذا لم يتيسر أو أنت متعب أو غير ذلك فتكتفي بتحية المسجد. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: لدي أخوات دائما يتحدثون بالهاتف مع أقاربنا، ولكنهم يسترسلون ويطولون في هذه المهاتفات، فنريد منكم أن تنصحوهم وتدعو لهم بالهداية. نعم، الكلام في الهاتف يكون على قدر الحاجة لأنه مكلف، لأنه بثمن، الإسراف في المكالمة وكثرة الكلام الذي لا حاجة إليه هذا لا ينبغي. نعم. جزاكم الله خيرا. أختكم في الله سين خا من الرياض تقول: في أحد أيام رمضان فنمت تلك الليلة، فاستيقظت والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فأسرعت لشرب الماء لأنني عطشان كثيرا، فنويت الصيام، هل صيامي صحيح وما هو وقت الإمساك؟ وقت الإمساك على طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز لأحد أن يشرب أو يأكل بعد البداية بالأذان، لأنه علامة على طلوع الفجر. أما إذا كان المؤذن يتقدم بالأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس أن يأكل أو يشرب بعده، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن في نهار رمضان أم في الليل؟ كلاهما فيه فضل، أوقات رمضان مباركة، ليالي وأيام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ سوداني يقول: فضيلة الشيخ، إنسان متمتع لم يجد الهدي فصام 3 أيام في الحج ولم يصم 7 الباقية ومضى على ذلك عدة أعوام، يصومها باقية في ذمته، يصوم 7 أيام لأنها باقية في ذمته. نعم. إذا فعل الحاج بعض المخالفات في الحج شيخ، وهذه هي الحجة الفريضة، هل تقبل هذه الحجة؟ لا ندري ما هي هذه المخالفة، ولكن على المسلم أن يحرص على إتمام الحج، قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، وأن يسأل عما أشكل عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في آخر أسئلته يقول: معنا أخي في الحج شيخ أصيب بمرض في يوم عرفة، ولم يبت في منى، ولم يرج الجمار، ولم يطف طواف الإفاضة، حيث لم يتمكن من إتمام النسك لمرضه ورجع إلى أهله، وهذه هي الفريضة له الأولى. طواف الإفاضة باق في ذمته والسعي بعده، فيرجع ويطوف طواف الإفاضة ويفدي عن ترك الجمار، إذا كان لم يرمي الجمار فإنه يذبح فدية كفارة عنها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ مصري ومقيم بالدمام يقول لي مجموعة من الأسئلة لبرنامج نور على الدرب. يقول الشيخ هذا السائل: هل هناك أولياء لله في وقتنا الحاضر، أم أن الأولياء في عهد الرسل ومن جاء بعدهم، ومن هو الولي في نظر الشريعة، وهل له شروط؟ قال الله جل وعلا: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، بيّن سبحانه من هم أولياء الله، وهم المؤمنون المتقون، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، وهم في كل وقت من عهد آدم إلى آخر الدنيا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل في الفقرة التالية: متى نسجد لله سجود الشكر وما صفته وهل يشترط له الوضوء؟ سجود الشكر عبادة لله عز وجل، سنة عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، ويكون المسلم على وضوء. نعم. يقول الشيخ السائل: معنا شخص جزاه الله خيرا محافظ على الصلوات مع الإمام ويشكر عليه، ولكنه يسبق الإمام في الركوع والسجود مع أنه كبير في السن، ماذا نقول له؟ انصحوه، وبينوا له أن نقص الصلاة يخل بها أو يبطلها، انصحوه وقولوا له لا يتلاعب بك الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل في آخر فقرة له عن الساعة الأولى من يوم الجمعة ومتى تستجاب الدعوة فيها. اختلف العلماء في تحديدها، والراجح والله أعلم أنها بعد طلوع الشمس، ومنهم من يرى أنها بعد طلوع الفجر. نعم. عين من الطائف تقول: شيخ، عن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء في المدارس مع الطالبات، وهل لهم أجر في ذلك وإذا لم يؤدوها جماعة؟ ليس على النساء جماعة واجبة، ولكن إذا صلينا جماعة فهذا أفضل. نعم. تخلف امرأة منهن أو تأمهن واحدة منهن. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا شخص سائل يقول: شيخ، شخص لم يخرج زكاة ماله 10 سنوات وقد تراكمت هذه الزكوات وتاب إلى الله، هل يخرجها دفعة واحدة؟ نعم، إذا استطاع أن يخرجها دفعة واحدة وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يخرجها بحسب استطاعته ولو مجزأة، لا بد من إخراجها. نعم. جزاكم الله خيرا. في فقرة له يقول: هل الدعوة إلى الله هي أفضل عمل يقوم به الإنسان، أم أن هناك أمور أخرى أفضل منها؟ الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، وهي واجبة على من عنده الاستطاعة بالعلم والحكمة، وفيها فضل عظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا السائل من تبوك يقول: فضيلة الشيخ، الرجل المزارع الذي عنده أشجار للبرتقال والرمان، كيف يعلم بأن عليها زكاة في ثمارها؟ وإذا كان جاهل في السابق ماذا عليه، وكيف يقدر ذلك مأجورين؟ ليس في الرمان والعنب والخضروات، ليس في الرمان والخضروات زكاة في ذاتها، وإنما إذا كان يبيع منها ويحصل على نقود فإنه يزكي تلك النقود، وأما العنب فإنه يزكى إذا جف، فإنه يزكى مثل التمر، خراج العشر بسقي بلا مؤونة أو نصف العشر بما سقي بمؤونة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال موجه لفضيلتكم من أحد الإخوة ويستشيركم. يقول: فضيلة الشيخ، عندي والدتي تريد مني أن أسكن في الشقة التي تحتهم، وزوجتي وأولادي يرفضون هذا السكن، أرجو إفادتي، لو أطعت زوجتي وأولادي هل أكون عاق لوالدتي؟ لا ندري ما الملاحظة في هذا الأمر، ما هي ملاحظة والدتك، ولكن كل ما طيبت خاطرها وأرضيتها فهو أحسن لك. وإذا كان السكن الأرضي أو الذي تحت الوالدة صالحا لزوجتك وأولادك فإنك تسكنهما فيه ولو لم يرضيا بذلك، لأن رضا الوالدة مقدم. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكمة من سجود السهو؟ جبر الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عن نقص فهو جبر للنقص، وإن كان عن زيادة سهوا فإنه ترغيم للشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف ألف يقول: هل يقضى دين الميت الذي لم يخلف تركة من الزكاة يا شيخ؟ لا، الزكاة للأحياء، للفقراء والمساكين الأحياء، أما دين الميت فيسدد من غير الزكاة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقيها هل يقوم بإخبارهم بأنها زكاة؟ إذا كان يعلم أنهم لا يرضون بالزكاة يبين لهم، أما إذا كان لا يعلم ذلك وهم محتاجون فيعطيهم ولا يخبرهم. جزاكم الله خيرا. من فقراته يقول الشيخ: الصدقة الجارية ماذا يقصد بها، وما الذي يدخل فيها في وقتنا الحاضر؟ الصدقة الجارية هي الوقف المستمر،
سميت جارية لأن نفعها يستمر ولا ينقطع، هذه هي الصدقة الجارية، وهذا يتحقق في الوقف. نعم. أخيرا يقول يا شيخ، ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ الأحوط أن يبدأ بالقضاء أولا ثم يأتي بصيام الست، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل سين ألف نون يقول: عندما كانت والدتي في الحداد وذلك منذ أسبوع لوفاة الوالد رحمه الله، وهي تقيم في منزل أحد إخواني، وبيوتنا كما تعلم فضيلة الشيخ في وقت الحاضر نحن أبناؤها متقاربين، ولكل منا باب يدخل على الآخر دون الخروج إلى الشارع. فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز لوالدتي التنقل من بيوتنا المفتوحة على بعضها؟ وهل يجوز لها أن تبات في أي منها؟ هي في العدة عندكم؟ نعم. حداد. الحداد يجوز لها ذلك في النهار، أن تخرج إلى البيوت المجاورة أو إلى جاراتها أو أقاربها في النهار، ثم ترجع وتبيت في بيتها. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ماذا يجوز لها من بالنسبة للخروج إلى المستشفيات والمراجعات المحاكم وغيرها؟ كما ذكرنا الحاجة في النهار، أن يكون خروجها لحاجة لا تنقضي إلا بخروجها، والثاني أن يكون ذلك في النهار دون الليل. نعم. أخيرا نختم به هذه الحلقة، تسأل السائلة عن النقش بالحنة على ظهر اليد بالنسبة للمرأة. لا بأس بذلك، الخضاب للمرأة بالحنة لا بأس به، لأن هذا من التزين والتجمل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في هذا البرنامج، يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.